أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك أولا. يعد مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي أحد أشهر أمراض التهاب المفاصل، وقد شهد العقدين الماضيين إنجازات طبية لافتة في علاجه، فقد توفرت العديد من العقاقير الدوائية فائقة الفعالية للتحكم بالألم تسهم في الحد من تفاقم هذا المرض المؤلم. وفي حلقة اليوم سنتعرف على هذا المرض عن كثب وعلى أهم وسائل الوقاية والعلاج منه. لم يكتشف الطب بعد السبب الكامن وراء مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي، ولكن ما نعرفه يقيناً أن مهمة نظام المناعة تنقلب من حماية الجسم إلى مهاجمته، لذا يصنف هذا المرض ضمن أمراض المناعة الذاتية، وهو في العادة يصيب مفاصل أصابع اليد والرسغين والكاحلين والقدمين، حيث تتورم المفاصل وتتسبب بالألم، وغالباً ما تكون المفاصل المصابة متصلبة وخشنة، لا سيما في الصباح، ومع مرور الوقت تفقد هذه المفاصل مرونة الحركة وتغدو مشوهة. ولا يقتصر تأثير هذا المرض على المفاصل، بل يمتد خطره إلى تلف الرئتين والقلب والعينين. وفي العادة يصاب المرء بهذا المرض بين سن 40 و50، ويصل احتمال إصابة النساء إلى 3 أضعاف احتمال إصابة الرجال به. عادة ما يصف الأطباء للمصابين بالتهاب المفاصل الروماتيزمي مضادات الالتهاب التي قد تخفف الألم والتورم، برغم أنها لا تعالج المرض بحد ذاته. ويعتقد بأن الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 3 في زيوت الأسماك تخفف الالتهاب وخشونة المفاصل، وقد يساعد العلاج الطبيعي في تأخير فقدان حركة المفاصل، علماً بأن الجبائر ودعامة المفاصل والأجهزة التقويمية كالبطانة اللينة للأحذية قد تساعد في الإبقاء على المفاصل مستقيمة وفي التخفيف من الألم. قد يصف الطبيب المعالج للمصابين بالتهاب المفاصل الروماتيزمي مضادات الروماتيزم المعدلة لطبيعة المرض أو المعالجة البيولوجية التي يمكن أن توقف أو تسهم في إبطاء تفاقم المرض. هذه الفئة من العقاقير الدوائية تمثل أهم ركائز المنهجية العلاجية، وقد أثبتت على وجه العموم فعاليتها في الحيلولة دون تلف المفاصل. عزيزي المشاهد، إن سورك شك بأنك مصاب بالتهاب المفاصل فيتوجب عليك مراجعة طبيبك دون إبطاء للتحقق من الأمر. فالتشخيص المبكر وبدء المنهجية العلاجية اللازمة في بداية المرض يضمنان الحد من تلف المفاصل في الأمد البعيد. وكذلك نوصي المصابين بالمرض بأخذ قسط من الراحة بين الأنشطة المختلفة، وأخذ قسط وافر من النوم لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ساعات خلال الليل. فقد يساعد ذلك في تخفيف ألم المفاصل ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.